مما لا شك فيه أن هناك علامات استفهام فيما يخص الحكومة الحالية، مما لا شك فيه أن هناك انتقادات توجه أحيانا لهذه الحكومة، ولكن خلينا نقول ماذا نفعل عشان نقدر بصورة أو أخرى نكون موجودين في المشهد، إزاي نقدر نساعد؟ هل الجماعات الأهلية قادرة أن تقوم بهذا الدور وفي هذا التوقيت اللي ما تقدرش عليه الحكومة تقدر عليه الجمعية الأهلية تقدر تساعد بصورة أو بأخرى؟ نعرف ده تفصيلا من خلال ضيوفي الاعزاء، دكتوره سميه بهي الدين المدير التنفيذي للجمعيه، اهلا بك معنا دكتوره سميه، وايضا المهندس محمد اسامه عضو الجمعيه، منورنا ومشرفنا النهارده. بدايه عشان اقدر بس اخش الموضوع بشكل صحيح، ايه اللي يخليك تفكر تعمل جمعيه اهليه؟ ان العمل الاهلي اصبح مسؤوليه وطنيه، ده اهم سبب، ان انا عايزه اعيش في مستقبل افضل، عايزه احقق لاولادي والشباب اللي زي الورد اللي نزلوا في ثوره يناير مستقبل افضل. احنا قاعدين بقالنا كتير قوي ما بنفكرش غير في مشاكل الوضع الراهن، مشاكل الحاليه اللي بتواجهنا، الطرق، مشاكل الطرق ومشاكل الحوادث القطارات ومشاكل العشوائيات، عايشين في مشاكل، ما عندناش رؤيه للمستقبل، ما عندناش فكره هنعيش ازاي، ما فيش حد فينا عارف مستقبله عامل ازاي، حضرتك نفسك ما تعرفش بكره في ايه. فهي دي الفكره، انك بتشتغل العمل الاهلي ده بيحقق اولا سعاده شخصيه، انك انت بتحقق اهدافك من خلاله، بتشوف مستقبلك فيه، واصبح في الفتره دي واجب وطني. مهندس محمد، يعني انت من ضمن المؤسسين لهذه الجمعيه. مظبوط. يعني الجمعيه تاسست يوم رحيل المخلوع. بدأت بفكرة وبدأت بمبادرة، خلينا نعرف أكثر عن البداية الحقيقية وتفاصيل المبادرة الأولى اللي قامت على أساسها الجمعية. أوكي، هي المبادرة بدأت بدعوة على الفيسبوك يوم 11/2/2011، وهو يوم تنحي مبارك. الفكرة الأساسية إن هي إزاي الطاقة الإيجابية اللي عندنا كلنا كمعماريين ومخططين إزاي نبدأ نوحدها، وخصوصا إن إحنا عندنا كان تخلف كبير نتيجة فساد وسوء إدارة في الفترة اللي فاتت، دي خلتنا نوصل لمراتب متأخرة جدا. فالفساد وسوء الإدارة ده في جزء كبير يعود على المخططين، أو إن مش المخططين فاسدين بس، لا، إن المخططين هم اللي يقدروا يحلوه. فكنا حاسين إن إحنا بدورنا من بعد الثورة كمخططين ومعماريين إن إحنا لينا دور كبير إن إحنا إزاي نقدر نقدم رؤى وحلول للمشاكل دي من وجهة نظر المجتمع المدني، لان ده مهم جدا، ان هو الاقرب للشارع من الحكومة. لان اللي حصل معنا ان الشعب انتفض وخرج في 25 يناير، ان هو في فجوة حصلت بين الشعب وبين النظام. فدورنا احنا كمجتمع مدني ان احنا نوجد البديل ونوصل ان احنا نقدم رؤى حقيقية طلع من نبض الشارع نفسه. أفهم من كده أن الفكرة اتولدت من رحم يعني خروج مبارك من الحكم في هذا التوقيت، أو من فكرة التنحي ده كان في دافع إيجابي بصورة أو أخرى، وإلا لما ارتباط الميعاد بالذات؟ يعني هو إحنا أغلبنا بنشتغل بقالنا فترة كبيرة قوي، يعني من 5 سنين أو 6 سنين، في وضع رؤى مستقبلية مثلا للقاهرة، أغلبنا بنشتغل في الكلام ده، يعني أغلب المخططين والمعماريين بيشتغلوا في الكلام ده. فطبيعي انه يعني الحدث نفسه بيديك الاحساس ده، احنا مشاكلنا ايه، العيش والحرية والكرامة الانسانية، طب الكلام ده بيتحقق ازاي، من خلال الانفايرمنت اللي انت عايش فيه، الالياته بالظبط كده، دايرة التخطيط الاستراتيجي اللي بنقعد ندرسها للطلبة، دي مش المفروض نشوف نحققها على ارض الواقع، يعني بندرس كلام نظري في الجامعة ومش شايفينه في الحياة ومش قادرين نعيشه. هي دي كانت البداية. لما فكرتوا كانت ايه السلبيات المرصودة امامكم واللي بتحاولوا تتعاملوا معاها من خلال بقى خطط، سواء كانت خطط قصيرة اجل طويلة اجل، من خلال الطرح، من خلال المحاضرات اللي بتعملوها في الجامعات، ايه السلبيات اللي بتعاني منها بصورة يومية بدأت ترصديها وبالتالي هتبدأي تتعاملي معاها واحدة واحدة؟ المنظومة متكاملة. المنظومة، التعليم فيه مشاكل كبيرة جدا، او مش مشاكل، هو يعني المشكله يعني الاساسيه. خلينا ناخدها واحده واحده. حضرتك تتحدثي، قلتي الاول عن مستقبل افضل لمصر. بالزبط. بتتعاملي مع يعني في تصوري المنظومه التنميه العمرانيه، ده شق مهم جدا عندكم في الجمعيه، ده الأهم. والشق الاخر خاص بمنظومه التعليم، تنميه عمرانيه ومنظومه التعليم. لا يعني انا برد على سؤال حضرتك، ايه المشاكل اللي بتعانوا منها يوميا؟ فبقول لك مصر عندها منظومه متكامله فيها مشاكل كبيره جدا. انا اتصورت حضرتك اللي بتتقدمي بمنظومه، انا اسف، انا اتصورت ان انت اللي بتتقدمي الان بمنظومه متكامله للحل. اولها التعليم، التعليم هو الحل.
ماشي، بس مش التعليم بس، انا مش عايش في انفايرمنت صح او في بيئه سليمه صحيه تقدر تطلع مواطن سليم يقدر يعيش وينتج. انا مشكلتي اني عايز المواطن نفسه ينتج، يقدر يتفاعل مع مشاكله ويحلها في ظل منظومه متكامله. فهي دي الفكره اللي جت في الاول، ان انا عايز اعيش في جوده حياه لي بمصري بنى حضاره بقى لها 7000 سنه وفي نفس الوقت مش عايش. مش عايش يعني فكره الكواليتي دي، الكواليتي اوف لايف، كواليتي اوف لايف والاستدامه، ان انا احافظ على الموارد اللي موجوده ما اهدرهاش واحافظ عليها للاجيال اللي جايه. اصلا احنا اتولدنا ليه؟ يعني انا بسال حضرتك احنا اتولدنا ليه؟ عشان نعمر الكون. طب ازاي هعمر الكون؟ اعمر الكون بصلاح الكون، مش باني اهدمه او اكسر فيه او استنفذ الموارد اللي فيه او اشوه البيئه اللي فيه. طيب ده ياخدني بصوره مباشره على طول لاهم اهداف هذه الجمعيه، يعني انتم مخططين لايه الفتره القادمه؟ اهم اهداف هذه الجمعيه نقدر نقول ان هي التنميه العمرانيه، دي الهدف الاساسي والاشمل. ولكن نرجع بقى اللي انا كنت بتكلم فيه، التنميه العمرانيه ده الشق الاول. الشق الاول والهدف الاساسي والاشمل التنميه الشامله والمستدامه لمصر. في بس جزء انا كنت حابب اعقب عليه، انت كنت بتقول هل المؤسسات المدنيه ومؤسسات المجتمع المدني تقدر تقدم البديل؟ هي مؤسسات المجتمع المدني مش لوحدها، بس الفكره ان احنا يعني حتى عندنا نظام في الشغل في مؤسسه رميال، ان نظام المائده المستديره، ان ازاي مؤسسه المجتمع المدني جزء من المنظومه، في معاها الهيئات والمؤسسات الحكوميه لازم يفعل دورها وتبدا تتواصل مع مؤسسه المجتمع المدني علشان تقدر نوصل لحلول، لان المجتمع المدني لوحده مش كفايه، احنا قوه ضغط بنحاول نوصل لصناع القرار وفي نفس الوقت بنوصل بالشعب ومؤسسات المجتمع المدني الثانيه والمؤسسات الخاصه ان احنا نقوم بالتغيير. الجزء الخاص بالرؤية والهدف والمشروعات بتاعتنا، فإحنا عندنا الجزء الأساسي زي ما حضرتك ذكرت الخاص بالتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة. التنمية العمرانية الشاملة والمستدامة اللي هي مفهوم الأشمل للتنمية، يعني فده مش شرط إن هو يبقى الجزء الهندسي بس أو الشق الهندسي بس، إحنا بنتكلم في الرؤية بتاعت إيجيبت 712 في أبعاد مختلفة، أو هو المخطط القومي لمصر اللي احنا بنطرحه من خلال المؤسسة، هو المشروع الرئيسي المطروح اللي هو بينبثق منه مجموعة المشاريع أو على نفس النهج بتاعه بنبدأ نتحرك في المشاريع الأصغر أو الأجزاء الأصغر من الرؤية المتكاملة لمصر 712. طب 712 يعني هذا الرقم توقفنا أمامه، 712 يعني خلينا نفهم إيه مضمون هذا الرقم، ليه هو يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لكم في هذه الجمعية؟ تمام، هي الرؤية اسمها 712 أو 712، احنا ما حبيناش نقول 2050 أو 2040 أو 2030 لأن طلعت حاجات زي دي كتير جدا، وفي نفس الوقت الناس بتفقد الأمل لما تحس إن المدى بعيد. تمام. لكن الفكرة احنا بنربطها بالإطار النظري بتاع الرؤية بتاعتنا أو الفكرة العامة بتاعت الرؤية، إن هي مبنية على 7 أبعاد للتنمية، التنمية المستدامة والتنمية الشاملة. أول بعد فيهم هو البعد الإنساني، إحنا بنهتم بالإنسان، إزاي يبقى في برامج ومشروعات تهتم بالإنسان تخليه حر، إنسان متعلم مثقف بيعي قيمة العمل، إنسان بيحترم الآخر، فكل دي مشروعات هتتم لغرض الإنسان. بيخش معاها البعد الاجتماعي والبعد الروحاني، إن إحنا أصلا يعني الحضارة اللي بنيناها قبل كده دي ما كانتش مبنية من غير أخلاق أو من غير إيمان، يعني استحالة قدماء المصريين لما بنوا الحضارة العظيمة دي ما بنوهاش وكان المجتمع ساعتها متحضر، إحنا أول حضارة، فإزاي وصلنا إن إحنا يعني وصلنا اللي إحنا فيه ده؟ لأنه فقدنا كتير قوي من أخلاقنا، فاسترداد الأخلاق دي استردادها عن فكرة السلوكيات في المجتمع محتاجة وقفة الحقيقة. بالزبط. البعد الثاني الثالث هو البعد الاجتماعي اللي بيخص الأسرة وبيخص النسيج المجتمعي نفسه، ان هو يكون مترابط وان هو الـ 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 يعني احترام الآخر، احترام ثقافات الأخرى، احترام العادات والتقاليد، استرداد الهوية الإنسان المصري ان هو يحس بقيمته وكيانه. فكرة التعامل مع الآخر في حد ذاتها برضو محتاجة وقفة، انك ازاي تقدر تتقبلي الآخر، كل ده بيتم عن طريق جودة الحياة، انك لما بتوفر جودة حياة للمواطن المصري هو بعد كده بيصبح إنسان مثقف ومستنير. ليه انا حاسس بالترتيب؟ يعني انا عايز اخد من كلام حضرتك قلتيه البعد الانساني ده بياخدني للبعد الاجتماعي وبعدين ياخدني للبعد الروحاني اللي هي الحاله النفسيه، يعني انا حاسس ان الموضوع ده مترتب منطقي، يعني مش هو صح ولا يعني هو ليه منهجيه علميه احنا ماشيين عليها، انه 7 أبعاد للتنميه المستدامه ده كان اخر مؤتمر اتعمل للتنميه المستدامه كان في طوكيو، ووصلوا بيه انه التنميه مش نمو اقتصادي، التنمية مش 4 أبعاد بس اللي هو البعد البيئي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لا في أبعاد روحانية وأبعاد إنسانية تهتم بالإنسان نفسه. بعد كده بنروح للبعد البيئي والاهتمام بالبيئة، طبعا احنا
رؤية البيئة معنى البيئة ولا البيئة معنى المناخ العام اللي بنعيش فيه؟ البيئة يعني ما احنا المناخ العام بيخش في البعد الاجتماعي والثقافي والانساني، لما بنخش في البعد البيئي بنهتم بالبيئة نفسها. البيئة نفسها انا بسمع في المحاضرة، وازاي تبقى استدامة الموارد دي، وازاي نعمر مش نهدم، ازاي ما نستهلكش الموارد بتاعتنا ونحافظ عليها، نحافظ على نهر النيل، نحافظ على الموارد اللي عندنا، وازاي نكتر. في بعد كده البعد الاقتصادي، ازاي الاقتصاد يكون اخضر، يعني بنتبنى مفهوم الاقتصاد المعرفي المبني على المعرفة، يعني اقتصاد عندنا مش استهلاك للموارد برضو بدون ما بص للمستقبل او بدون مبني على معرفة، يعني هبني هنا ايه عشان ايه. الاقتصاد منفتح عن للعالم، الاقتصاد الحر، الاقتصاد اللي بيهتم بالانسان مش بيستهلك موارده يعني. تمام. بنخش بعد كده طبعا في البعد الثقافي، وده بعد مهم جدا، ان هو الانسان يعني يقدر قيمه الادب والفن على اساس ان الثقافه هي حق من حقوق الانسان، واحنا ناسينها تماما يعني، وزي ما حضرتك شايف اللي بيحصل دلوقتي يعني. طبعا. في البعد بعد كده السياسي او البعد الاداري والسياسي، اللي هي اللامركزيه، ازاي ان احنا نحاول الحكومه بتاعتنا او نظام الحكم نفسه لان هو يكون حكم لا مركزي. حتى يعني في مبادره اللي هي في لجنه الخمسين انتخاب المحافظين، دي حاجه جميله جدا وايجابيه جدا احنا بصين لها يعني في الرؤيه عندنا، وكانت مطروحه عندنا في الرؤيه لما حطيناها في الاول. الافكار دي كلها فكره تحويل مصر من المركزيه اللامركزيه، وازاي هتبقى في ازاي فكره اتخاذ القرارات خارج اطار المركزيه، ما يبقاش كله جاي من هنا، ازاي الحكم يبقى رشيد، ازاي الحكم يحاول يحسس الانسان بالامان، حتى امان نفسي، ازاي الحكم نفسه الحكم الرشيد، ازاي مفهوم الحوكمه اللي استهلكناه في المؤتمرات اللي بنقعد نقوله طول النهار الحوكمه، ازاي تطبق. احنا حطينا اليات لتطبيق الكلام ده في الرؤيه عندنا. ده ياخدني على طول مهندس محمد لفكره اليه التطبيق. يعني تحدثنا عن بعد انساني اجتماعي روحاني بيئي وثقافي سياسي واداري، ولكن زي ما قالت الدكتورة فكرة التطبيق، يعني أنا طول النهار بتكلم، طول النهار عندي طموحات، عندي قوانين، مزيد من القوانين، وساعي لمزيد من القوانين، ولكن تبقى آلية التنفيذ دائما ليس هناك آلية لتنفيذ هذه القوانين. أتحدث عن قانون تظاهر، ولكن أنا عندي من قانون العقوبات ما يدير الأزمة الحالية وما يتعامل معها، ولكن برضو بتكلم في قانون تظاهر. طب ما تشتغل وفقا لمواد قانون العقوبات، بس شوف إيه آلية التطبيق أو هتشتغل عليها إزاي، ونقول يبقى الأهم هو قانون الإرهاب في هذا مثلا التوقيت. حضرتك النهاردة أنت بتتكلم على مجموعة من الأبعاد قد تكون غاية في الأهمية وبشكل علمي وممنطق، ولكن تحط ده إزاي حيز التنفيذ. هو علشان نتكلم ازاي نحط ده في حيز التنفيذ ونحول ده المشروعات نقدر نطبق فيها الابعاد السبعه دي، لازم نعرف اساس المشكله فين واحنا وضعنا ايه عالميا برضو. ففي بعض المؤشرات السريعه اللي هنبدا نستنبط بيها احنا فين اساسا علشان نعرف ازاي نتحرك، او حتى من المشكله نبدا نعرف نوصل للاسباب بتاعتها ونبدا نخلق الحلول. فاحنا مثلا ترتيبنا من حيث تعداد السكان ال15 على العالم، يعني احنا من يعني الدولة ال15 في الأكثر عدد سكان، الكلام ده حسب إحصائيات لحد 2012. معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، واللي احنا عارفين ان اصلا الأمية دلوقتي بتحسب اللي هو الشخص اللي بيعرف يشتغل كمبيوتر او لا، فما بالك لما بنتكلم في القراءة والكتابة. احنا عندنا الملمين بالقراءة والكتابة 66%، يعني في 34% من الشعب المصري لا يجيد القراءة والكتابة. عندنا روسيا وصلت ل 100%، وفي دول كتير وصلت ل 100% اللي هي صفر أمية في القراءة والكتابة. البحث العلمي عندنا بيتصرف عليه من ميزانية الدولة 0.25%. لو بنتكلم في دول أخرى، في اليابان وصل ل 3.5%، في إسرائيل وصل ل 4.9%، علشان كده هي بتاخد خطوات سريعة. ترتيبنا في التعليم يعتبر الأخير. ترتيبنا في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 105 على العالم تقريبا، والدخل القومي نصيب الفرد من الدخل القومي حوالي 6000 دولار في السنة، مقارنة بأول دولة على مستوى العالم وهي قطر. الدخل القومي النصيب الفرد من الدخل القومي وصل 88000 دولار. ترتيبنا 113 في جودة الحياة والعمران بصورة عامة، جودة الحياة اللي داخلة في كل حاجة، في صحة، في تعليم، في إسكان، في جودة الحياة الخاصة بالمواطن من كل الجهات. لما نوصل لده كله احنا في نعتبر في ذيل القائمه، ما نستعجبش ان في ثوره قامت. يعني الثوره قامت لان احنا
في الاخر فعلا انت محطوط في ضغوط يوميه. ما اصلي مساله جوده الحياه دي مساله يعني تمس حياتك اليوميه. انت بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتتعالج ايه، بتتعامل ازاي، سلوكياتك ايه، دي حياتك اليوميه. لما انت بتمس حياتك النفسيه والرضا، الشعور بالرضا هو بصوره اوتوماتيك. يا دكتوره حضرتك مجرد ما شفتي حياتك اليوميه وكميه الضغوط اللي بتتعرض لها سواء في الشارع او حتى في بيتك او في عملك او هتلاقي نفسك الحاله النفسيه بالتبعيه بتاخدك لان انت لابد ان كان يقوم صور. الضغوط المستمره دي ما تاخدكش لطريق تاني غير الصور. وممكن تقوم ثوره تاني لو ما حضرتك شايفه لو ما فيش تغيير في الفتره اللي جايه، لو الشعب مش حاسس في الشارع بالتنميه المستدامه اللي بتتكلم عليها او كواليتي اوف لايف دي، لو ما حصلش اكيد هتقوم ثوره تاني. هو بس الثوره اللي جايه هتبقى اصعب. قادره توصلي للناس الجامعه الطلبه فكره الكواليتي اوف لايف دي او جوده الحياه؟ يعني الناس وصل لهم الفكره كامله؟ اكيد وعارفينها ودرسناها وبنقولها في المقررات لكن ما بننفذهاش وما بنشوفهاش غير لما بنركب طياره ونسافر. يتقبلوها ازاي الطلبه وهم عارفين ان احنا بنتكلم فيه دوت؟ يعني بعد قد يكون بعيد المنال. هقول لك بعد الثوره كان الحلم، كان سقف طموحات عالي جدا وكانت الاحلام جميله جدا وكانت طموحاتنا عاليه جدا. ده اللي نزل ناس الشارع. ده اللي نزل. بعد كده ابتدت تقل مع الظروف اللي حصلت والتكالب على الـ على الـ على, الـ على السلطه باي شكل من الاشكال. يعني اللي عايزه اقوله لك انا الحاجه اللي خلتنا مثلا اللي خلتني انا شخصيا يعني اشتغل، انا نزلت في عين السيره ساعه لما كنا بننزل نشوف احلام المواطنين عايزين ايه. تخيل بسال واحده ست بقول لها بتحلمي بايه؟ الست دي ابنها في الجامعه وبنتها في كليه طب وابنها في كليه في سياسه واقتصاد ولا حاجه زي كده. احلامك ايه؟ قالت لي يرخصوا ثمن عظم الفراخ. ما عشان هما بياكلوا عظم يا حضرتك. يعني حضرتك اصل وصلت ان البعض مش بيجيب الفراخ سواء متقسمه يعني او لا، هو بياخد الهيكل او العظم للفرخ. ادخلوا حضراتكم فهو ده جوده الحياه اللي بتتكلم عنها الدكتوره النهارده. انا عشان كده بقول لحضرتك قد تدخل في اطار الاحلام. لا مش شعارات. ولما الرؤيه فكره الرؤيه اصلا فكره الرؤيه ايه؟ انا عايزه اقول لك عايزه اوصل لك المفهوم ده ان لازم يكون للدوله بالحكومه اللي فيها واتيفر ايه الحكومه اللي جت. انا مش بتكلم على حد تحديدا وهقول لك تطورات الموقف اللي حصل. لازم يكون في رؤيه تتبناها الدوله. بتطلع الرؤيه دي بتطرح على المجتمع المدني، المجتمع المدني كله بيوافق عليها، الدستور والقوانين بتعبر عنها. بعد كده المجتمع تتبقى الاراده، الاراده السياسيه والاراده الشعبيه للتنفيذ. لما الاقيكي بتتكلمي على الشباب الاقي نفسي اقول طب دور الشباب ايه في تنفيذ ده بصوره او باخرى. هاخد الاجابه من محمد بس بعد الفاصل. معايا تقرير عن راي الشباب الحقيقه حول دوره في المرحله الجايه. الشباب هيعمل ايه؟ في نيته ايه؟ يشارك بده بصوره او باخرى ازاي؟ نشوف التقرير ونرجع نكمل مع ضيوفنا ومصر الان. الشباب المفروض يقدم افكار جديده، رؤى جديده، يطرح مشاريع تنمويه. اي كل شاب عنده طموحات وكله عنده افكار بس يا ريت تتنفذ على ارض الواقع. اللي عنده فكره يقولها واللي عنده مشروع برضو يسعى ان هو يعمله، مش ان هو يخرب، مش ان هو يبهدل البلد، مش ان هو يسرق، مش ان هو ينهب، مش ان هو الكلام ده. يعني خلي الناس تعيش. المفروض ان احنا نبدا نسعى ونشتغل عشان البلد دي تتحرك. انت عارف حضرتك ان اقتصاد البلد واقع اليومين دول، فلو كل واحد اشتغل وحرك نفسه هي يعني الحمد لله البلد دي يعني فلوسها فيها. لو كل واحد اتحرك واشتغل ان شاء الله هنبقى في احسن حال. على الدولة ان هي تفتح الباب لكل الطاقات. مصر مليئة بالمواهب والمبدعين والمفكرين ومنهم الشباب والغير معروفين اللي لديهم أفكار لو اتحطت على مائدة صاحب القرار لكان في مشروعات كبيرة جدا في البلد. مفروض يقدموا أفكار، ينزلوا في الشوارع، يعملوا زي بقية الحملات، يقدموا أفكارهم، يقدموا رأيهم للناس، يقولوا احنا عاوزين كده عاوزين كده. البلد واقفة، الشباب الدور كله عليه لأن البلد كلها شباب.
يعني مرة تانية وفقا لهذا التقرير الشباب ليه مطالب، الشباب عاوز يحس بالأداء الحكومي في الشارع، الشباب بيقول والله يعني اعتمدوا علينا بصورة أو بأخرى، ودينا بننبه تاني الشباب ثم الشباب ثم الشباب. قالها لكم الشاب اوت بيقول لكم يا جماعه الشباب هم الاغلبيه اللي موجوده دلوقتي، مش عاوزين يروحوا يقعدوا على القهوه، مش عاوزين يقعدوا في الشارع، مش عاوزين يتسكعوا، مش عاوزين حاجه، عاوزين يشتغلوا. حط مشروع ووجه ووظف طاقات تقدر تحرك الناس. الشباب زعلان في الشارع، الشباب زعلان ليه يا محمد؟ ده حقيقي. هي في جزء انا التقرير ايجابي جدا ان الشباب لحد دلوقتي لسه عندهم الامل والطموح. انت كنت بتذكر قبل الفاصل موضوع ان ازاي الناس فقدت جزء كبير من الامل والطموح عندها. انا شايف ان ده هيرجع في حال ان الناس عرفت قد ايه الثورات والامكانيات بتاعه مصر فعلا. المشكله ان احنا مع كل خطوه بناخدها بنبدا نشتت كشباب وكمواطنين عاديين بالصراع السياسي، ودي مشكله الثوره. الثوره لما بدات بعيش حريه عداله اجتماعيه، احنا استقطبنا لصراع سياسي. المواطن العادي ملوش فيه اي نصيب، المواطن العادي هو فعلا الطلب الاساسي بتاع الثوره عيش حريه عداله اجتماعيه. ده مش هيتنفس بالصراع السياسي اللي في الشارع، ده هيتنفس زي ما الشباب قالت دلوقتي وزي ما احنا بننادي في مؤسسه المال بالشغل والبنى. ان احنا نعرف زي ما قلنا احنا ترتيباتنا ايه ومشكلاتنا ايه، نعرف ايه هي امكانياتنا علشان نعرف نحط مشاريع ونعرف نتوظف كلنا، نتوجه في اتجاه العمل، نعرف نفسنا اصلا امكانياتنا ايه علشان نعرف نشتغل. المكانة السيئة اللي احنا وصلنا فيها ده نتيجة فساد وسوء إدارة، واتكلمنا ان هو ده بسبب وصلنا لقامة الثورة. بنتكلم طيب على الحلول، على الحلول والمشروعات، عشان الوقت ما يجريش عن المشروعات اللي انتم بتجهزوا لها، كيفية توظيف الشباب في هذه المشروعات بصورة او باخرى. خلينا ندي بريقة الامل اللي انت بتتكلم سريعا. الرؤية هي رؤية متكاملة لمصر. الفكرة ان انا لما اجي اعمل اي تنمية عمرانية بتكلم ان الانسان هو المحور الاساسي، وفي ثلاث محاور اخرى هي المفروض بتخدم الانسان: الطاقة والمية والارض. دول الاساسي في اي تنمية. ان انا لما احتاج اعمل تجمعات عمرانية كبيرة محتاج مية وطاقة وارض. الارض متوفرة، احنا مشكلتنا ان احنا عايشين على 7% بس من مساحة مصر، ده حتى مأثر على جودة الحياة زي ما اتكلمنا في الأول، إن احنا كلنا يعتبر عايشين فوق بعض، متكالبين، مع إن احنا عندنا مساحة كبيرة. فالرؤية بتعتمد على التمدد الأفقي عن طريق أقاليم اقتصادية، اتساع الحيز العمراني عن طريق أقاليم اقتصادية بالعرض شريطية أو عرضية في بمصر. في مجال الطاقة أو المشاريع اللي احنا بنقترحها في مجال الطاقة، احنا عندنا من الثورات والإمكانيات كبيرة جدا إن أكبر منطقة إشعاع شمسي موجودة عندنا بجوار بحيرة نصر وفي الوادي الجديد. دي قادرة ان هي تولد لمصر 100% من طاقتها، ولو استغلناها بنسبة 100% قادرين ان احنا نصدر 80% من الطاقة دي نغذي بيها اوروبا والدول الاخرى. اعتقد ما يعرض الان ده ورش العمل اللي انتوا كنتوا بتقوموا بيها في الفترة دي بعض اللي ورش العمل. 11 ورشة عمل تمت مع خبراء ومتخصصين في كل المجالات، لان احنا لما عملنا الدعوة بتاعت ان احنا نشتغل في الرؤية دي كان معانا خبراء ومتخصصين مش بس في العمارة والتخطيط، لا، في البيئة، في الجيولوجيا، في الآثار، في الاقتصاد، في الانثروبولوجي، في كل المجالات. 19 محور بيحققوا الرؤية، يعني هي 7 أبعاد و19 محور بيحققوا الرؤية دي. أرجع أنا الكلام تمام، أكمل بس مع المهندس محمد. احنا كده اتكلمنا في مجال الطاقة تمام، ازاي الطاقة سريعا يعني محمد خلينا بس نحافظ على الأساسية. في مجال الماء احنا عندنا بنعاني من فقر مائي، وده بنتكلم فيه بقالنا فترة طويلة. احنا عندنا المصدر الرئيسي للمية هو مية النيل وبعض المصادر عن طريق الأبار والعيون. في دول ما بتعانيش من مشكلة الفقر المائي اساسا، وهي الدول دي ما عندهاش اصلا مية عذبة. احنا عندنا 2500 كيلو متر شواطئ، وما بنستغلش تكنولوجيا تحليه الماء. نصيب الفرد في مصر 670 متر مكعب في السنه، مقارنه بدول تانية احنا طبعا تحت خط الفقر المائي اللي هو 1000 متر مكعب سنويا. لكن في دول وصلت ان هي نصيبها 300 متر مكعب بس هي قادره تطبق تكنولوجيا ترشيد استهلاك المياه في الري، ان اغلب الري بيضيع، اغلب المياه بتضيع في الري بالغمر والطرق القديمه في الري. عندنا في مجال المياه ازاي نعمل مراكز لتكنولوجيا تحليه المياه وتكنولوجيا الري، فده موجود في مدن والنانو تكنولوجي. وعندنا مراكز او محطات موزعه بعد ما بنولد الطاقه، محطات موزعه لتحليه المياه.
عندنا في مجال الارض ان احنا عندنا 40% من مساحه مصر صالحه للتنميه ان هي ارض ممهده اللي ينقصها بس استغلال الطاقه والميه ودي المتاحين. الفكره هنا ان انت لما هتشتغل على الطاقه الشمسيه هتولد طاقه وهتوفر ميه وعندك الارض. فابتدينا نحط شبكة طرق عرضية وطولية، ابتدينا نشوف تطوير المدن هيتم ازاي او انشاء مدن جديدة. الطرح بتاعنا بيقول انه ممكن نفتت دور العاصمة، بدل ما العاصمة تبقى مركزية يبقى عندنا 7 عواصم، فعشان كده هي 712 برضو 7 عواصم. الاقاليم الشرطية بتحقق عدالة اجتماعية، فانت عندك نهر النيل وعندك صحراء شرقية وصحراء غربية وبحر احمر وبحر متوسط في بعض الاقاليم. انت هتنمي مصر، هتشتغل على الارض كلها مش على السبع. الكلام اللي حضرتك قلتيه ده كلام محترم جدا، ويتبقى نقطة غاية في الأهمية عشان ده يوضح حيز التنفيذ. لابد من تضافر جهود، المائدة يعني المستديرة، فيعني يعني ده هيكلف فلوس وهياخد اكمل بس هيكلف فلوس. هيكلف فلوس. عاوز مجهود وتضافر قوة. عاوز يعني حضرتك دلوقتي بدأت تتكلمي في ده مع مين والاستجابة ايه، ونشوف هنخش اول خطواتنا للتنفيذ ازاي. هقول لحضرتك احنا يعني بعد اشتغلنا 18 شهر اثناء الشغل، لما عرضنا الرؤية على الفيسبوك وانتشرت، لقينا كل اغلب مرشحين الرئاسة بعتوا لنا مندوبين عايزين الرؤية تكون البرنامج الانتخابي، لانها مكتوبة يعني الكلام ده مكتوب في ريبورت 450 صفحة. فطلبوا من الخبراء طبعا، يعني اغلب الخبراء ابتدوا يكتبوا وننقح الكلام ده، وعملنا الخرائط بتاعت خريطة مصر كاملة. مرشحين الرئاسة بعتوا مندوبين عايزينها تبقى برنامج انتخابي، احنا رفضنا وقلنا الكلام ده هيكون لرئيس مصر القادم ايا كان. احنا بنتعامل احنا في انتظار الانتخابات الرئاسية القادمة للتعامل مع رئيس مصر. احنا لا، احنا بنطلب من الحكومة الانتقالية وده دورها ان هي تتبنى موضوع رؤية مستقبلية، مش شرط رؤية مؤسسة رمال، رؤية مستقبلية لمصر. وبالنادي الحكومة الحالية، بالنادي لسيادة الرئيس والفريق السيسي او القائمين على الحكم، بالنادي بمؤتمر يوم 25 يناير اللي جاي يوم ذكرى الثورة الثالثة، ان يكون في رؤية لمصر، مؤتمر للمصريين يكون في الطرح ده، طرح الرؤية، ويكون موجود فيه الخبراء والمتخصصين والشباب، ان احنا نشارك في اعداد رؤية مصر. كلنا محتاجين نشوف هدف ونمشي عشان اخد من كلام حضرتك وايد واثمن عليه واقول يعني اذا كانت الافكار كثيرة وما اجمل الافكار اللي خارج الصندوق. يعني لما كنا بنتكلم دائما على الحلول الاقتصادية لقي نفسنا الطرح كله داخل الصندوق، لكن تيجي فكرة برا الصندوق تحل حلول غير تقليدية ده مش موجود الى يعني الى حد كبير. النهاردة ادي افكار مطروحة جديدة حاولنا نطرحها على حضراتكم من خلال الدكتورة سمية بهي الدين المدير التنفيذي لاحدى الجامعات الاهلية، وايضا مهندس محمد اسامه عضو هذه الجمعيه. يعني مدى الاستجابه تكون ايه لو تسمحي لي يا دكتوره سمية؟ انا باقي معايا حوالي 30 ثانيه. هقول لك حاجه بس مهمه قوي. اتفضلي. ان الحكومه الانتقاليه لما هتعد مع الشعب الرؤيه دي وتطرحها في مؤتمر قومي للمصريين، الكلام ده بنطالب بيه الرئيس القادم. انا ما اعرفش مين الرئيس القادم، بنطالب بيه الرئيس القادم انه ينفذ الرؤيه دي، ومسؤوليه المجتمع المدني ان يتابع تنفيذ الرؤيه دي. هيقعد فتره رئاسيه، فترتين رئاسيتين، احنا كمجتمع مدني بنراقب هذا الرئيس واتيفر هو مين. يعني هذه دعوه صريحه لاستجابه للعقليات المصريه الشابه اللي بتحاول بصوره او باخرى تحط مستقبل افضل لمصر الفتره القادمه. مره تانية بشكر ضيوف الدكتوره سميه بهي الدين المدير التنفيذي لاحدى الجمعيات الخيريه، انا اسف احدى جمعيات ومؤسسات التنميه، اهلا بحضرتك معانا وشرفتينا. وايضا مهندس محمد اسامه عضو هذه الجمعيه. مره اخرى ننتظر يوم مختلف غدا ذكرى محمد محمود. من الواضح ان فعاليات غد بدات من اليوم، شفنا محاوله بعض المندسين ان هم يحطموا النصب التذكاري للشهداء في ميدان التحرير، شفنا اهالي الشهداء مصابوا الثوره نقلا عن يوم السابع يقيمون الحواجز بشارع محمد محمود. نتمنى ان يمر اليوم غدا خيرا على المصريين. الحقيقه بس انا عاوز اتساءل من حدد موعد مباراه مصر وغانا غدا مع ذكرى محمد محمود؟ يعني كما لو كانت داخليه في حاجه لمزيد من الضغط عليها تتعامل مع محمد محمود، وفي ذات التوقيت تتعامل مع تامين مباراه غايه في الاهميه وهي مباراه العوده ما بين مصر وغانا. اين التخطيط؟ دائما ما ينقصنا التخطيط. دي كانت حلقتنا اليوم الاثنين من مصر الاهم. بكره فريق عمل جديد، وتصبحوا على الف خير.